في إطار الرعاية الملكية التي تحظى بها رياضة الفروسية في المملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. أقيمت السباقات الخاصة بمهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة بتنظيم السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومترا وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومترا. كما شهد المهرجان حضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الرعاية السامية لسباقات القدرة، مؤكدا سموه أن مهرجان جلالة الملك للقدرة يعتبر أيقونة البطولات المحلية وبوابة طريق الفرسان لتحقيق البطولات الكبرى في المحافل الخارجية، معربا سموه عن تقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمه ورؤية الحكومة المستمر في دعم رياضة القدرة بشكل خاص، وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في كافة سباقات المهرجان، مشيدا سموه بجهود الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في التنظيم المثالي للمهرجان. هذا وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أبطال مهرجان سباقات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة. وحقق فارس فريق فيكتوريوس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة المركز الأول في سباق 160 كيلومتر، والمركز الثاني احتله الفارس محمد عبد الصمد البستقي من فريق الرعود، والمركز الثالث الفارسة ميشيلا سوبيفاكا من فريق فيكتوريوس. وفي سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر توج بالمركز الأول الفارس ناصر حمد القحطاني من فريق RM، والمركز الثاني الفارس حمد إسماعيل البلوشي من إسطبل أجيال، والمركز الثالث الفارسة مها علي محمد من أكاديمية المحرق للفروسية.